الذي ما زادنا الا هو تصلب مواجهنا. نستمع لشيخنا الجليل شيخنا الفاضل الشيخ عبد الله الحميدي. هذول العلماء الذي يسلمون الاب. الله الحمد لله يهدي من يشاء طولا ويضل من يشاء عدلا لا مراقب في حكمه له الحكم واليه ترجعون. الصلاه والسلام على سيد الانام وعلى اله وصحابته الكرام وعلى من تبعهم باحسان على الدوام. اما بعد ايها الاخوه الكرام، المثل العربي يقول لا عطر بعد عروس. بعد كلام الاخوين ما كان ينبغي ان اقدم للكلام، لان فيما تكلمه الكفايه، لكنني اقول ايها الاخوه، التآمر على اليمن معروف، والتآمر على اليمن واضح وجلي، ليس من جهة واحدة وإنما من جهات متعددة. ذلك لأن اليمن موصوف بأنه يمن الإيمان والفقه والحكمة، وأنه كلما تلهمت عليه الأمور وتبلدت الظلمات بحكمته الرائعة يستطيع أن يتخلص منها، ولم يستطع عدو أن يقلعه بشباكه. ولذلك التآمر سيستمر ما زالت اليمن في هذه الحصارة وهذه الحكمة وهذا الذكاء الخارق والقدرة على التخلص من ورطات الفتن. فلذلكم أيها الإخوة الكرام، يجب أن نأخذ حذرانا من كل متآمر على بلادنا، ونحن نعلم ما الذي يراد منا. يراد منا ألا نكون رؤوسا، إنما يراد منا أن نكون أذيالا، يراد منا أن نكون أذنابا، لا يراد منا أن يكون لنا الصدارة، لا يراد منا أن يكون لنا التقدم وأن تكون رؤوسنا مرفوعة وكلمتنا هي العليا. ولذلكم الحنق يصيب كل من يرانا صامدين على الحق، ويرانا صامدين على عدم قبول الذلة والاستكحاش والاستدلال. هذا الشيء الذي يؤرق أعداءنا ويؤرق المتآمرين علينا من عرب أو من عجم، لأنهم يعلمون رصيد اليمن من الإيمان، ويعلمون رصيدها في سحيق التاريخ، وأن منهم الأنصار الذين فتحوا أرجاء المعمورة، والذين نقلوا الإسلام حتى أوصلوه إلى سيبيريا شرقاً وفرنسا غرباً. هم اليمنيون، هم آباؤكم، هم أجدادكم، هم الرصيد الذي حازوه بشهادة المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى. الإيمان يمان، والحكمة يمانية، والفقه يمان، والنبي صلى الله عليه وسلم لقد أشاد باليمانيين أنهم أول من سأل عن الفقه والتوحيد، عندما قال اقبلوا البشرى يا بني تميم، فقالوا قد بشرتنا فأعطنا، أي أرادوا الدنيا ولم يريدوا الدين، ولم يريدوا الفقه في شرع الله، ولا السؤال عن أصل العقيدة والتوحيد. فقال عليه الصلاة والسلام لأهل اليمن اقبلوا البشرى يا أهل اليمن،
فقالوا قد بشر يا رسول الله، والله ما جئنا إلا لنسألك، أخبرنا عن أول هذا الأمر ما كان. قال: كان الله ولا شيء قبله، وكان عرشه على الماء. فهم أول من سأل عن التوحيد، وهم الموحدون الأصائل الذين لا يراد منهم أن يوحدوا، وهم أصلاً الذين قبلوا التوحيد، فليسوا بمشركين ولا شك في إيمانهم. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نسب الإيمان إلى أهل اليمن، فكيف نحن نشك فيهم أن إيمانهم ضعيف، أو أننا نريد أن ندعوهم إلى التوحيد الصحيح وأنهم ليسوا على ذلك؟ فشهادة المعصوم صلى الله عليه وسلم بما سمعتم من الأحاديث وأحاديث أخرى غيرها كثيرة تشهد لهم بأصالة الإيمان، وتشهد لهم بأنهم أول من سأل عن توحيد الله عز وجل، خلاف بني تميم الذين جاءوا يسألون الدنيا يتلهفون عليها وقالوا قد بشرتنا فأعطنا. فهم جاءوا يسألون عن الفقه، يسألون عن التوحيد وعن أول هذا الأمر ما كان. فهذه حقيقة يجهلها كثير من الناس فيسيء الظن في اليمانيين، والواجب ألا يسيء الظن، وأن نقول له: أطرق كرى، أطرق كرى، إن النعامة في القرى. هذا وصف اليمانيين، وصف الإيمان والتوحيد، وصف الفقه والحكمة، فيجب أن تنزلوهم منازلهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان كذلك، كما تقول السيدة عائشة رضي الله عنها: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أيها الإخوة الكرام، أننا يجب أن نحذر المكايدات التي تصب علينا ليلاً ونهاراً، وأن نحذر التآمرات الرخيصة التي تحاك ضدنا، وأن نعتز بما منحنا الله عز وجل من مزايا ليست في غيرنا. منحنا مزية الإيمان والحكمة والفقه، كما منحنا مزية الموقع من القطعة الجغرافية التي نعيش فيها، كما منحنا رأفة القلوب. جاءكم أهل اليمن ألين قلوبا وأشد ألين قلوبا ونعم وأرأف أفئدة. هؤلاء هذه شهادات من النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: سلام على همدان، سلام على همدان، سلام على همدان، لأنهم أول من آمنوا بالرسالة في اليمن، ولم يحتاجوا إلى سلاح، ولم يحتاجوا إلى جيش، ولم يحتاجوا إلى قوة. فعلينا أيها الإخوة أن نصبر أمام الحاسدين، أمام الكائدين، وأن نصمد على هذه المزايا التي منحنا الله عز وجل إياها، وأن نترك المكايدات فيما بيننا. فإن المكايدات إذا كنا لا نتحملها من أعدائنا، إذا كنا نتحملها من أعدائنا على مضاضة، فكيف لا نتحملها فيما بيننا؟ المكايدات يجب أن نتركها، لأننا عندما نسلك فيها ونأخذ بها سنتقاتل فيما بيننا داخل شعبنا الآمن، وهذا يعين عدونا علينا، لأننا إذا اتحدنا وكانت كلمتنا واحدة، وكانت كلمتنا قوية، وكنا على قلب رجل واحد، لن يستطيع العدو الخارجي أن يفعل فينا شيئا. فالحصون إنما تهدد من داخلها ولا تهدد من خارجها، فعلينا أن نكون على كلمة واحدة، وأن نكون كما قال شاعر العرب العاقل لأبنائه العشرة: كونوا جميعا يا بني إذا اعترى خطب ولا تتفرقوا آحادا، تأبى الرياح إذا اجتمعن تكسرا وإذا افترقن تكسرت أفرادا. فيجب أن تكون كلمتنا واحدة، وأن نكون كالبنان أو كالبنيان،
وأن نكون كالبنيان المرصوص حول كلمة الحق، وأن نترك التشاحن فيما بيننا والبغضاء فيما بيننا التي تمزق صفنا، والتي تجعل كل شلة تعادي الشلة الأخرى، وكل فريق يعادي الفريق الآخر. هذا هو الذي أراده العدو منا، أراد أن نقتتل فيما بيننا حتى يستريح منا ولا يحتاج إلى قتالنا، ولا يتكلف السلاح في بذله في قتالنا. هم يريدون أن يقتلوا بيننا وأن يجعلونا أعداء بيننا، ونحن يجب أن نستعصي عليهم وأن نكون إخوة متحابين متكاتفين متعاطفين فيما بيننا. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه، صلى الله عليه وآله وسلم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال عن المؤمنين: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. هذا يجب أن يكون وصفا لنا، ويجب أن يكون شعارا لنا، ويجب أن نتحلى به كالجسد الواحد، لا أن نتغذى بعداء بعضنا لبعض، ولا أن نتغذى بعداء العدو الخارج لنا وتمزيق شملنا وتشتيت وحدتنا وتمزيق كلمتنا. يجب أن نفهم المؤامرة الخطيرة، ويجب أن نكون يدا واحدة، وأن نترك العداء فيما بيننا، ويجب أن يكون العدل رائدنا وقائدنا. العدل أساس الحكم، العدل قامت عليه الدول، لا عدل لا دول، لا عدل لا يمكن أن يقوم نظام. فيجب أن نكون هكذا، والعدل يعرفه الإنسان، بل يعرفه الحيوان. يقولون: القطة تعرف الحلال والحرام، وهي قطة، إذا سرقت اللحم تهرب به، لكن لو أعطيتها لحماً فإنها تأكله بجوارك ولا تفر، لأنها تعلم أن هذا حلال، ولهذا لا تفر عندما تأكل اللحم. وإذا عرفت أنها سارقة فإنها تفر، وهي قطة ليس لها عقل، لكن ألهمها فجورها وتقواها ربها. أيها الإخوة الكرام، يجب أن نتآخى في الله أخاً أخاً، وأن نكون أحبة متحابين في الله، متبادلين في الله، متعاطين في الله، متجالسين في الله. فمن أحب لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا يقول: الحب في الله من أوثق عمر الإيمان. وعلينا أن نترك التمزق عن طريق الشغلية وعن طريق الألقاب المسؤومة التي تمجها الأسماء. هذه نصيحتي لنفسي وللناس جميعا، ونحن نقدم كلمة الشكر لإخواننا الذين قدموا من جميع أقطار هذه المحافظة من أجل أن يسمعوا الحق ويسمعوه، وأيضا كلمة الشكر لأخينا قائد المسيرة، قائد هذه المحافظة الشيخ عبد الواحد صلاح، ولإخواننا الضيوف الذين حضروا معنا، جاءوا من أماكن بعيدة وأسروا بكلماتهم. نسأل الله أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، خالصة لوجهه الكريم، وأن يبعدنا عن الشقاق والنفاق والرياء والسمعة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم.